يوزر، ثم نقوم بكتابة الاسم هنا مصطفى، مصطفى، ثم 13 التي قمنا بتجربتها ولم تعمل. سوف نقوم بالضغط على انتر. كما تلاحظون the command completed successfully. سوف نقوم بغلق CMD، ثم نقوم بكتابة هنا كلمة المرور الجديدة اللي هي 13. كما تلاحظون، ثم نقوم بالضغط على انتر. فلقد تم تغيير كلمة المرور بنجاح. السلام عليكم، في هذا الفيديو سوف نقوم بتخطي كلمة المرور لويندوز 10. كما تلاحظون لا يمكننا تذكر كلمة المرور لهذا الويندوز. ما سوف نحتاجه في هذه الحالة هو استخراج CMD إلى هنا، CMD أو نافذة الأوامر بالعربية، لا أعرف اسمها بالعربية، لكن على ما أظن ترجمتها هي نافذة الأوامر CMD. سوف نقوم باستخراجها إلى هنا. بالنسبة للذين يفهمون جيدا في مجال المعلومات سوف يعرفون هذه الأمور CMD والأوامر وإلى غيرها. أما بالنسبة للذين لا يفهمون في مجال المعلومات فقط اتبعوا الطريقة فهي جد سهلة. فلاستخراج CMD إلى هذه القائمة سوف نحتاج إلى USB بها بوت للويندوز 10، وكأننا سوف نقوم بتنصيب الويندوز 10. إن لم تتوفر على USB يمكنكم يعني عمل بوت للويندوز على قرص مثل هذا. بالنسبة لي لدي USB ممتلئة، لقد قمت بتثبيت أو بعمل بوت للويندوز 10 هنا، فهذا قرص يعني رخيص جدا لا يتجاوز 0.2 دولار إن لم تجدوا USB. الآن سوف نقوم بإعادة تشغيل الحاسوب مع إدخال USB أو القرص الذي يحتوي على بوت للويندوز 10، وكأننا سوف نقوم بتنصيب الويندوز 10، لكن اتبعوا الطريقة فهي جد سهلة. سوف نقوم بإدخال القرص أو USB، ثم سوف نقوم بالضغط على ريستارت هكذا. من خلال هذا القرص سوف نقوم باستخراج فقط CMD إلى القائمة التي تكلمت عنها قبل قليل. سوف نقوم بالضغط على أي مفتاح للدخول إلى القرص. سوف نقوم بالدخول إلى القرص وكأننا سوف نثبت الويندوز 10، لكن في هذه الحالة لن نثبت أي شيء. سوف نقوم باستخراج فقط CMD بواسطة بوت الويندوز 10 على القرص. اتبعوا الطريقة فقط فهي سهلة، لن تفقدوا أي ملف من ملفاتكم أو أي شيء. سوف نقوم فقط بتغيير كلمة المرور. سوف نقوم باختيار اللغة، سوف أختار اللغة الإنجليزية، ثم سوف نقوم بالضغط على Next هكذا. هنا في هذه الحالة لن نضغط على Install No، بل سوف نقوم بالضغط على Repair Your Computer هكذا. بعد ذلك سوف نقوم باختيار هذا الخيار الثاني Troubleshoot هكذا، ثم سوف نقوم بالضغط على Advanced Options هكذا، ثم سوف نقوم باختيار Command Prompt يعني CMD نافذة الأوامر. كما تلاحظون ف CMD لقد تم يعني فتحه بنجاح. سوف نحتاج إلى بعض الأوامر التي سوف أكتبها هنا في CMD وسوف أتركها لكم في الوصف. فأول أمر سوف أكتبه هو CD، ثم هذا الرمز للرجوع إلى الرازين أو إلى الجدر كما تلاحظون. الآن يجب علي الدخول إلى الملف الذي يوجد فيه ملف CMD، يعني قبل ذلك يجب علي معرفة الجزء من القرص الصلب الذي مثبت عليه نظام الويندوز. هنا كما تلاحظون يعني الجزء من القرص الصلب الذي أتوجد عليه هنا هو X. سوف أقوم بالضغط على دير هكذا لأعرض ملفات هذا الجزء من القرص الصلب. كما تلاحظون فهذا
القرص الصلب، هذا الجزء من القرص الصلب يحتوي على ملفات الويندوز. سوف أقوم بالدخول إلى ويندوز، إلى ملف ويندوز، سوف أقوم بإدخال هذا الأمر سيدي ويندوز ويندوز، ثم سوف أقوم بالدخول إلى سيستم سيدي سيستم 32 هكذا، عفوا لقد خطأت في كتابة سيستم، أنا الآن في ملف سيستم 32، سوف أقوم بكتابة دير لأعيد ملفات سيستم 32، ملف سيستم 32، ما سوف أحتاجه في هذا الملف هو فيشي اسمه يوتيلمان، سوف أقوم بالبحث عن يوتيلمان، لا يوجد أي ملف هنا يوتيلمان، ما سوف أقوم به الآن هو وتغيير هذا الجزء من القرص الصلب إكس، سوف أقوم بكتابة سيدي ثم هذا الرمز هكذا، ثم الرجوع إلى الأصل، سوف أقوم بالدخول إلى هذا الجزء من القرص الصلب سي هكذا، ثم الآن أنا أتواجد في هذا الجزء من القرص الصلب، هذا الجزء سي، سوف أقوم بكتابة دير هكذا لعرض ملفاته، فهذا الجزء لا يحتوي على ملفات النظام، سوف أقوم برجوع بسيب وهذا الرمز، ثم سوف أقوم بالدخول إلى أو هكذا، أو نقطتين، سوف أقوم بالضغط على دير هكذا، كما تلاحظون فهذا الجزء أو من القرص الصلب يحتوي على ملفات النظام، سوف أقوم بالدخول إلى ويندوز، أكتب سيب ويندوز هكذا، ثم أدخل إلى سيستم 32 هكذا كما تلاحظون، سوف أحتاج إلى أوامر أخرى، فقط يجب عليكم اتباع الطريقة لا غير، سوف أقوم بكتابة ريم يعني رينيم يعني إعادة تسمية يوتيلمان يوتيلمان دوت اي اكس اي، ثم مسافة اسباس، ثم يوتيلمان هكذا دوت اي اكس اي دوت، مثلا سوف اكتب مصطفى، ماشي يمكنكم يعني كتابة هنا اي شيء، ثم انتر، كما تلاحظون لقد تم تغيير اسم هذا الملف يوتيلمان، ثم سوف نقوم بكتابة كوبي، سوف نقوم بنسخ CMP في ملف يوتيلمان، سوف نقوم بكتابة كوبي CMP مسافة يوتيلمان دوت AXA، ثم نقوم بالضغط على Enter، عفوا لقد قمت هنا بخطأ لم أضف امتداد CMP، سوف أقوم بإصلاحه دوت AXA، ثم انتر، كما تلاحظون ف CMD قد تم نسخه في يوتيلمان AXA، فالآن سوف نقوم بكتابة exit للخروج، ما سوف نحتاجه الآن هو إعادة تشغيل الحاسوب، قم بإزالة USB أو البورت، ثم قم بإعادة تشغيل الحاسوب، كما تلاحظون لقد قمنا بإعادة تشغيل الحاسوب، سوف نقوم بالدخول إلى هنا، كما تلاحظون بعد الضغط هنا لقد يعني تم فتح CMD
يعني العمل الذي قمنا به كان ناجحا. سوف نحتاج إلى هذا الأمر، سوف نحتاج إلى هذا الأمر net user، net user هكذا، ثم مسافة، ثم سوف نحتاج إلى هذا الاسم كما تلاحظون مصطفى، ثم نقوم بكتابة أي كلمات المرور. قبل هذا سوف أقوم بكتابة هنا كلمة المرور التي سوف أقوم بتغييرها، سوف أقوم بكتابة 13 كما تلاحظون، 13 كما تلاحظون، لكي لا يقول لي أحد منكم أنني لم أغير كلمة المرور. كما تلاحظون 13، سوف أقوم بالضغط على انتر، فهي كلمة مرور غير صحيحة. سوف نعود إلى CMD net user، ثم نقوم بكتابة الاسم هنا مصطفى، مصطفى، ثم 13 التي قمنا بتجربتها ولم تعمل. سوف نقوم بالضغط على انتر، كما تلاحظون the command completed successfully. سوف نقوم بغلق CMD، ثم نقوم بكتابة هنا كلمة المرور الجديدة اللي هي 13 كما تلاحظون، ثم نقوم بالضغط على انتر، فلقد تم تغيير كلمة المرور بنجاح. فهذه هي الطريقة لتخطي كلمة المرور في ويندوز 10، كذلك صالحة لويندوز 7 بالتجربة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك الفيديو. شكرا لكم وإلى